3 ملايير دولار هي قيمة خسائر الجزائر سنويا جراء اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي التي ركزت على الجانب التجاري لتصدير منتجاتها إلى السوق الجزائرية بدل الاستثمار وتطوير الاقتصاد المحلي كما هو متفق عليها. الاستثمارات أوروبا يعني قالت باللي محسوب تشجع الاستثمار نتاع أوروبا في الجزائر، ما كان والو، يعني خداو غير الجانب التجاري. هذا درنا لأن دوك يعني نقولوا رانا نضيعوا سنويا، لو كان نحكموا معدل الاستيراد من أوروبا 20 مليار تاع دولارات، نضيعوا بين 2 و3 ملايير تاع دولارات حقوق جمركية. جمعية المصدرين دقت ناقوس خطر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل عدم مراجعتها. أنا في رأيي الشخصي أوروبا خطر في المستقبل إلا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معها. السؤال المطروح، ما هو رد الفعل، ما هو السيناريو تاع الجزائر كي يكونوا حنايا في منطقة حرة، يكونوا السيارات يدخلوا بدون حقوق جمركية، يعني المواد حنايا لي برودوي فيني تاعنا لي برودوي فيني اللي حين نخدموهم كاين المقابل من جهة واحدة أخرى يجيو بحقوق من جمركية، ما هو السيناريو دو ريبوست؟ في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر تنويع اقتصادها ومداخيل الخزينة، إجراءات من الضروري اتخاذها من طرف الحكومة الجزائرية لضبط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية من أجل حماية الاقتصاد الوطني.